الياسين 105 المضادة للدروع التي أعلنت كتائب القسام استخدامها لأول مرة في معركة طوفان الأقصى أضحت سلاحا متفردا للمقاومة في مواجهة دبابات ومدرعات الاحتلال، وذلك لما تمتلكه من قدرات هجومية قوية، حتى أن خبراء عسكريين يصفونها بصائدة الدبابات الإسرائيلية خلال توغلها بريا داخل مدن وأحياء قطاع غزة المحاصر. أطلق عليها هذا الاسم تيمناً بالشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس عام 1987، وهي قذيفة من عيار 105 مليمترات، يتراوح مداها حسب بعض التقديرات ما بين 100 إلى 500 متر، وتبلغ سرعتها القصوى 300 متر في الثانية، بينما لا يتجاوز وزنها 4 كيلوغرامات ونصفاً. تم إسقاطها في بداية معركة طوفان الأقصى من الجو على دبابة بواسطة طائرة مسيرة حسب ما نشرته كتائب القسام. كما يستهدف بها المقاومون دبابات إسرائيلية من مسافات قريبة في عدة مناطق بالقطاع، خاصة الميركافا 4 التي تعتبر من الدبابات الأكثر تحسيناً وتطوراً في العالم والأقوى في أرض المعركة، ومع ذلك تمكنت قذائف الياسين من اختراقها. فما هو سر قوة هذه القذيفة؟ وكيف تمكنت من اختراق أعلى الدبابات العسكرية؟ الياسين 105 هي قذيفة مطورة عن قذائف RPG المحمولة على الكتف، وتحديداً قذيفة تاندوم 85 الروسية التي استخدمتها المقاومة لأول مرة خلال معركة الفرقان في يناير 2009. هي عبارة عن قذائف برؤوس حربية ترادفية لزيادة قدرتها على تدمير المركبات المدرعة، حتى تلك التي تمتلك دروعاً تفاعلية. يمثل الرأس الحربي الترادفي أهم أسرار قوة قذائف الياسين 105، فهو عبارة عن قذيفتين متتاليتين تقوم الأولى بتفجير الدرع التفاعلي للدبابة واختراق جزئي أو كلي للدرع الفولاذي، لتكمل القذيفة الثانية عملية الاختراق إلى داخل الدبابة لإحداث انفجار في الداخل يقود إلى تدميرها، وهو ما يفسر العدد الكبير من الدبابات والآليات الإسرائيلية المدمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.